هذاك اخويا وهذاك تي هذا الشرق هذا ميطاسو بالنسبه للثمن هذا 4000 درهم هذا 4000 درهم هذه 3000 نتوادي لا تكير كوريا يا دكتور راه كلشي مدرسي ناضي كي كتشاهدوا الاخوان كواز تيركواز داخل فيه الخضر وهذا الزرق انت اخويا سهيل دير زرق والدار خضر اللهم بارك وزيد بارك الله لاباط 2022 يلاه عندهم 8 شهور الله عنده 8 شهور والميطاس كيكونوا كبر من الحجم عادي الميطاس الاصلي ها الاصلي كيكون كيطاي هو هذا الاصلي دول ولا خير 60 درهم 60 درهم مش من مرقد هادو تبارك الله ديال تيبل تساوي الخوت اللهم بارك تبارك الله عليك كورادو مليان تساوي خويا ما بارك الله يلاه انا الشهر تجي عند المراد تجي عند المراد اللهم بارك هذا الاخوان راه كيشدوا راه كيحفظوا الاخوان كيعطيو حاجه ثانيه اللهم بارك حكي على السلام عليكم كدير اخويا محمد بخير صحت كان يا الامور بخير متوحشناك والافان كاملين كيسولون عليك وتبارك الله اخوان كاع اللي تقدموا من عندك كاع كيشكروك وتبارك الله كل اسبوع كيجيب لنا السي محمد الجديد اللهم بارك وكل شيء بالوراق بلا دين كل شيء لي غنبداو من هنا ياك اخويا السي محمد المورين هادو من هنا هادو شنو الريد فيس الله يسلم شي عربوا الاخوان هادو حنا الجبال هادي مكحله هادو الريد فيس الريد فيس كيما كتشاهدوا شناب قلتي المعلومه اللي قلتي يقولوا حنا كحلين حنا كحلين باش تعرفوا الريد فيس هادي كوبليك اخويا الله دين ديالهم كلشي ليها اللهم بارك وزيد في ذلك هي المهم راه كلشي بلا دين هادي ديال هادي ها هي ها هو ماشو يذكر انا مصوبه في الصبليون بلا دين هادي هالف ميل لا يا الله ما بارك فمال هالمال ها هو سيري الباك وما بسيري الباك كل شيء الانسان راه يطابي الباك غيطلع عليه الطير هذا ني وبالنسبه لهادو اخويا السي محمد هادو نورمال هادو شحال كيبقى الثمن ديالهم اخويا 3500 تما بلادين ديالهم كل شيء ديالهم هالمال ها هو كيكون السن طالع شتي كيديروا فيها حتى العمر فيها كلشي يا اخويا بلادين وحتى الاخ اللي تزاد عنده النهار الاول كيطلع السيري بالباب وين تسول كيطابي ود لابيس كتطلع سويس سويسريه اللي كتطلع عنده سميتو في المنظمه ديال الجمعيه ديال الحيوانات منظمه كاينه في سويس راه واقع كتطلع سويس 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 المهم راه كلشي بلادين ديالو كلشي ليه وكل صراحه راه بصحه جيده اللهم بارك كيفك بان الكوبات راه موافق مع بعضياتهم ورا لي انا العشاق الاكولي في الزرق ميطاسيو خويا عادي هادو ميطاسيو اللهم بارك هذا التيركواز التيركواز داخل فيه الخضر وهذا الزرق انت خويا سهيل دير زرق والدار خضر اللهم بارك وزيد تبارك الله لاباط 2022 يلاه عندهم 8 شهور الله عنده 8 شهور والميطاس كيكونوا كبر من الحجم عادي الميطاس الاصلي ها الاصلي كيكون كيطاي هو هذا الاصلي هذا اللي كيخرجوا منه هذا الشيء كامل ياك اخويا هو الاصلي وهذاك تي هذا الشرق هذا ميطاسو بالنسبه للثمن هذا 4000 درهم هذا 4000 درهم هذه 3000 نتوادي لا تكير كوريا يا دكتور راه كلشي مدرسي ناضي كي كتشاهدوا الاخوان هانتوما راه كلشي مدرسي ناضي ها هو جاي عندي واحد على اخر ها هما اللهم بارك بالنسبه حتى الاخوان اللي ايوا بالنسبة للإخوان اللي كيبغيو الكالوبسات عشاق الألبينو راه عنده بياسات مدريسي اللهم بارك وبلي باك ديالهم بالبيكات ديالهم راهم باقيين تبارك الله شحال عندهم دابا خويا سي محمد ما ديباسيش 3 شهور المهم راهم في الطومين ناضي اللي غيدي طاير مدريسي ناضي شحال كيبقى الثمن ديالهم 700 درهم الواحد اللهم بارك وزيد كاين هذا وكاين خو كاينين خوتو هما كاينين خمسة بياسات اللهم
مبارك كاين هذا. وبالنسبه لهذو كوبلا ولا هذو يلاه هذو يلاه تفضل الله هذو ان شاء الله راه بداو يتعلموا ولا بغاهم والله باقي المهم اللي بغاهم يديهم يخدم معاهم شويه في طمهم راه مرحبا والف مرحبا. المهم تعطينا النمر ديالك اخويا محمد 74 74 14 45 45 23 المهم اللي بغى شي حاجه بالنسبه للببغاوات او اي حاجه مدرسيه كالو جميع انواع الطوارئ اللي كتخيل لك براسك النمره ديال الاخ محمد راه كيتسكن في كازا تواصل معاه وبكل صراحه كاع اخواني اتصلوا به كنا درنا واحد دار بحال واحد مفاجاه الاخوان اللي عندهم طيور وبغى يدريسيهم ليه مرحبا كيدريسي ثمن رمزي ما يتفاهم معاك ما والو ما عندوش ولا عنده المهم غرض منه هو كل شيء بغى يتولع وبغى ينشر الثقافه ديال الترويض ينشرها في المغرب. المهم عطينا النمر ديالك اخويا اسمعنا 74 14 45 45 23 تحيه ولداني شي واحد من حاضينا شهرة يوسف شي حاضينا ولا لا ديب ديال المكسيك اللهم بارك يا الله راه انا عشاق تجعد مراد تجعد مراد وخلصني واسمع واسمع تتمان ديال الحموميه تتمان المدينه تتمان شحال هذه 800 درهم داوي باش كلا بارك الله صار تمان كيقول لك 800 درهم ابقى بزاف كلشي اللهم بارك بارك وزيد المحكم ونتاوي انا راه غادي نمشي ندير البوريا شحال دايرين نتاوي خويا رشيد 25 درهم اللهم بارك اللهم بارك وزيد المحكم على الكروب تبارك الله الثمن ديالو راه كيقول مناسب 100 درهم هذا الاخوان راه كيشدوا راه كيحفظوا الاخوان كيعطيو حسن يا الله ما شاء الله مبارك وزيد تبارك الله طويرات زوينين هنا يا خوتي ومحققت لوزي السفر يعني ومحد تبارك الله كويس زوين شحال الثمن السي الشباب 120 الله مبارك هنا بيسات الطحريات كاين بيسات اخرين اللهم بارك راه الزوان وسريع الخوت هادو راه ماشي خلاو هادو راه قدام شويه عند الاخوان الخلويه راه ما كايناش الله يسخر لك الامور اخويا بارك وزيد بك انا عشاق الولوه اللهم بارك شادير هاد الولوه اخي 60 درهم 60 درهم مش من مرقد هادو تبارك الله ديال تيبل اللهم بارك تبارك الله وبالنسبه لهاد 11 هنايا هما مرقد واحد شحال تما الثمن؟ الثمن هو 40 درهم 40 درهم تبارك الله انا كبير الجدوره ملاح تبارك الله اللهم بارك الثمن كيما تقول 40 درهم ديال تيبلت كيقول اخويا كاينين هنا هما ولا اول تما ديال تيبلت اللهم بارك سلعه مليحه اخويا الله يسر لك الامور اخويا اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم الخوت تحيه ودانيه لجميع اخواننا كتواجدوا سوق قريعه اليوم الاحد 22 جونفي 2023 مع الموالي ديالنا الاخ مصطفى رغاني عند التعريف بطل المغرب ديما كنقول لكم في الطائره الحر اول واحد دار الطائره الحر الاول الاخ حماده التيبي الغني عند التعريف والاخ يوسف جيو حنا الحمد لله اليوم راه تجمعنا وجاو قنوات ودرنا معهم واحد اللقاء وبغيت ناخذ الراي ديال الاخ مصطفى والاخ حماده والاخ يوسف بالنسبه للموضوع اللي تناقشتوا مع الخوت بخصوص الغلاء ديال الحبوب وديال لوازم الطيور وديال المكملات الغذائيه اش بان لك اخويا مصطفى واش نقول لك دابا كثرت هاد الزوان غلا بزاف يعني من الزوان كيغلى الانسان كيبيع حيث الفراغ وهاد الدومين راه كياكل منه الناس بزاف الناس كثرت سبحان الله كاين اللي عندهم وليدات شغل كاين اللي ما خدامش يعني راه ملي كيغلى الزوال الفرق كيهبط وقول يا خويا مصطفى بغيت نسولك بالنسبه لهاد بالنسبه لهاد السوق ديال القريعه واش كاينه شي مراقبه لهاد الناس اللي كتبيع الحبوب وكتبيع لوازم الطيور وكذلك حتى الادويه شو راه كنلقاو ادويه كنلقاو لادات قديمه وكيبيعوها راه ما كاين لا مراقبه لا والو ما نكذبش عليك غالبا ما كيبانش ليا هادشي شحال من مره كنقلب ناس حبوب كيبان لك غامرين انا ماشي غنخسروا السمعه ديال الانسان ولكن ما مره ما جوش كناخذ كاع الزوان خناش راه كدرت عليهم نيت فيديو لقيت زوان غامر
ملي كتاخذ الزوان غامل وكتعطيه للفرق يعني شنو راه كتولي داخل واحد الدوامه ديال خاصك تشري الدواء خاصك تعاود ثاني روينه يعني. والزوان غالي كنا كناخذوا ب 90 درهم الخنشه ولا ب 330 درهم الخنشه يعني بزاف. ما بنادم مولو اكثريه الناس حيدوا الفران والسوق ديالهم طاح بقى داير وفير وشراو لا بالفران في الكانر ولا 40 درهم وشي ما كانش شحال هادي راه من واحد عمرنا حنا السوق راه 96 عمر باقي السوق يا السوق. وبنادم دابا ما بقى كاينش يعطي والو مسكين ما كاينش ديال وليدات والو ما بزاف ديال الناس سر عينك كاع في السوق راه كيبان لك اكثريه ديال الناس كيجيو يستمتعوا بحال كيترسخوا الله. وبالنسبه لك اخويا مصطفى الحل اللي خصو يدار شناهو؟ هو الحل صعيب. الحل هو خص الموالي يتجمعوا ويديروا يد بيد ويديروا مراسلات. علاش ما يدارش مراسلات اي واحد يكون بعدا على شي ديال الحبوب بعدا علاش اشمينا راه حنا غنديروا على شي ديال الحبوب ولا وازن الطيور كل راه ماشي الحبوب. حنا مثلا كنديروا على الزوان مثلا كنا كناخذوا البيري الا كنا كناخذوها ب 60 درهم راه ولا الدراري 140 درهم. راه جميع الحبوب من صغير حتى كبير الزريعه اي حاجه زادوا بها ملي كتجي كيقول لك راه هما زادوا علينا. انا خويا كنت كناخذ غير الجورنال كنفرشوا الفراخ ب 5 درهم الكيلو وليت دابا كناخذوا ب 15 درهم الكيلو يعني كلشي ولا غالي في هاد الامور. هادشي ديال ليزاكسيسوار ديال الفراخ هادشي كلشي غلا خويا عادي. والرساله اللي تبغي تقول اخويا مصطفى الله يهديه الله يهديه مصافي شكون اللي يهديه الناس اللي كتحتكر اللي كتحتكر السلعه الله يهديكم. راه هاد الهوايه هادي راه كيتولعوا بها الناس الدراوش وكاين اللي مسكين عايش منها كيسوء الناس وكيسوء الناس الله يهديكم. خويا حماده شي كلمه بالنسبه بخصوص هاد الموضوع. اول حاجه باش مصطفى قال تقريبا كلشي انا غادي كم على مصطفى ما نعاودش نفس الهضره. اول حاجه كاينين الادويه مغشوشين كما قال الزوان بيريمي مغشوشين الادويه كاينين في الاسواق ما نسميش. بالنسبه للزوان الغامل بصح كاين ولكن ملي تشري اخويا الزوان كنعرف تاور بزاف في الخنشه سير اخويا ما تشري لا مونو بروب خلا حتى حاجه سير اخويا بحال الزرع ملي كتمشي شي طحنو شي الزوان طلعو السطح غسلو مزيان شريط يدير وديرو في شي طارو كبير بحال ديال الصباغه كيكون مغسول وكديرو فيه. بالنسبه للاشمينه اشمينه خياليه كيف ما غادي نقول كاين بزاف ديال الشركات كيدخلوا الزوان ولكن واحد كيشري مع الشركات كاملين وكيبدا ليفري باش ما بغاو كيمشي يحط مولا مال. انا بغيت غير نقول لك هذاك الشيء اللي كتزيد علينا ظلما وعدوانا بغيت ان شاء الله تشرف في السبيطارات. انا ندوب صوت الجامع وانت كمتفرج ما لقيتي ما دير بارطاجي الماكسيموم باش توصل هذه المعلومه وعادي غادي يدير لكم واحد الجروب ديال الواتساب وغيروحوا في الديسكريبشن. مرحبا شوف عنده كامل شوف اخويا عماد حتى الله يبارك لك كنا كنديروا غنديروا تتيمه ديالها ضروري دار شي حل كل سيمانه حتى غدير لايف اخ يوسف لايف وانا لايف ونطلعوا مع بعضياتنا ونتناقشوا هذا الموضوع. واللي اي واحد مضرور بغى يطلع معنا مرحبا والف مرحبا. خويا حمزه انت تبارك الله من الناس اللي كدير لي رباج انت انا حتى غتكون مضرور تبارك الله. داري بكري شاخي عادي داري بكري شاخي يلاه فاطر خويا عادل غندوي على هذا الموضوع. اسمع لي السؤال اللي غنعطيك اخويا حمزه انت تبارك الله كتربي وكتنتج ليزانس كالوبسات وتبارك الله بزاف طيور شفت لي رباج ديالك. بالنسبه لك انت الطيور شحال كيستهلكوا عندك الزوان في السيمان؟ وانا كنستهلك اربع خنشه في النهار اربع خنشه في النهار في السيمانه شحال. الا بغيت نتهلا فيهم خاصني نعطي شحال هذه كنت كنعطي نص خنشه في النهار دابا حاليا كتحاول تقتصد. علاش شحال هذه اخويا كنت كناخذ خنشه ديال الزوان ب 115 درهم. شوف واحد السيد كمل كنت كناخذ الزوان ب 115 درهم من مورا اخويا عادل وليت كناخذ اخويا الزوان وليت كنسمع 320 300 درهم ولات القضيه شويه ولات القضيه شويه قاصحه فهمتيني. ابار على الزوان تزاد السبوله تزادات لي برودوا اليمونتير كاملين تزادوا يعني افيدريس اللي كنستعملوا يوميا حتى هو تزاد طول يمين كل شيء تزاد يعني اخويا راه هادشي ولا بزاف. والطير كيشيش يعني كيهبط في الثمن كالوبسات كان الثمن ديالو مزيان شفناه هو فيروس راب كناري تا هو راب. واخويا راه حنا مضرين يعني راه في الاول كنتي كتوكل الطويرات وكيصيفط لك شويه دابا وليتي كتوكل الطويرات وكتجبد من جيبك وتجبد من الصالير وبيع شي حاجه من الفراخ من الكوبليت ديالك باش توكلهم وما يمكنش عاوتاني يعني اخويا حنا هذه الهوايه ديالنا راه كتعجبنا ما نقدروش نسمحوا في الطويرات. بغينا الناس المسؤولين ياخذوا هادشي بعين الاعتبار
وإلا ما بغاوش يديروا بوجه هنا يديروها بوجه هذوك الطويرات حتى شفت والناس اللي كيترزقوا الله راه عرفتي هذا السوق راه كيجي بنادم اخويا من 16 برشيد مكناس جديده طنجه من المغرب كامل فهمتيني يعني فاش نتايا فاش نتايا اخويا كتطلع عليا انا الزوان ولا كتطلعوا على مولوع ولا كتطلعوا على هذا راه الطويرة اخويا فاش كتبدا تنقص ليه الماكله كتبقى البنيه الجسمانيه ديالو كتبدا تهبط كيبدا يمرض كيبدا بزاف ديال الحوايج وخويا عادل حتى الثمن طالع وكتلقى كتمشي بعض المرات بلا ما نسمي كتمشي للبلايص فين كيتباع الزوان كتلقاهم حاطينو في الارض حاطينو في الارض البروده كتلقى الزوان غامل الطوبه كتبول على الزوان واخويا نشري غالي ونشري غامل ونشري بايل عليه الطوبه راه بزاف راه حشومه الرساله اللي تبغي تخلي اخويا حمزه لهاد الناس اللي كتحتقر الزوان الرساله اللي بغيت توصل لهم خويا الاحتكار نهى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى كيريب المارشي راه ما كاينش اللي خلى البيروش والكناري يريب قد الاحتكار ديال الزوان حتى تكون كان الزوان طالع كون كان الزوان هابط راه غيكون البيروش طالع والناس معشوا وكلشي بخير ولكن هما فاش طلعوا الزوان وطلعوا لي برود راه بيان سيغ الطير غيشيشي الله يهديهم الله يهديهم يشوفوا الفرق بعين الاعتبار اما حنا راه ما غيشوفوش فينا دير عارفينا يشوفوا الفرق اللي مسكين ما كيدويش انت اخويا عادي شوف الفراخ كي دايرين ولا اخويا ما ساوين والو دابا هاد الفيروس او تقوزح ما بقى ساوي والو قال واحد الوقت ديال تقوزح دابا دايرين هادوك دابا هادو اخويا 15 درهم 20 درهم دخلت عليك بالله اخويا عادي فاش جاتو في اللون في الطايب في الماكله جاتو اخويا فكيلو الزوان داير 20 درهم تاخذ فرق وتفيقك ميت والله العظيم اخويا شوفوا بعض الفرق حنا ما يشوفوش حنا ما يعقلوش علينا يشوفوها بكمه مسكين ما كيدويش هادشي اللي بغينا خويا عادل والله يدير الخير الله يحفظك خويا عادل حنا الحمد لله الشريك حنا الحمد لله كاع شتو الاخوان اللي غايورين على هاد السوق واللي كيدويو على هاد السوق والناس الحريفيه والله يسخر لك الامور خويا حمزه امين خويا عادل راه الناس كاملين كتبوا لي في الكومونتير قال لي السير عند عزه الله يرضاه الله يكبر جي عندك غنبقشك شويه غنمجد لك بزاف الاسئله اخوان بزاف بغات تعرف عليه سولوني كما غنمشي عليكم عند الناس ديال الاختصاص وانت تبارك الله راك بروفيسيونيل غادي ندير معاك شي بريكه زوينه شي مرحبا عمر لي اتي بالشيبه اتي كرواسه الشيبه اتي الشيبه كون هنا خلك الامور المهم راه غنرجع عندك صافي ورينا الطويرات اللي عندك والله يسخلك الامور وتهلا لي هاد الفريده تجي عند المراد وخلصني واسمع تتمان ديال الحمومية تتمان المئة تتمان شعلاني تسمية الدرم داوية باش كلام بارك الله بارك تتمان كيف تسمية الدرم أبقى بزيب كل شيء ريك وزيد بك تبارك الله فيك سيد زوين ويا خويا زبيده شحال الثمن الثمن اخويا 150 150 درهم هذو راه قدام تبارك الله جليت زوينين مرحبا الولد ها هو رجعي هو الاب ديالو يتقدى تاخذ شي بريخ عجل الدري شي طوير زوين خلي يدي تولعب يلاه مبارك وزيد شحال الثمن اخويا زبيده خويا 150 مهم تعطينا النمر ديالك بغا شي حاجه راه عرفت راه الخلويه ما داخلاش المهم راه اللي بغا شي حاجه يجي عنده السوق بريعه والله يسخر لك الامور اخا تساوي الخوت اللهم بارك تبارك الله عليك كورادو بالي انت تساوي اخويا ما بالي انت طاير هنايا 25 درهم انت تساوي راه قليله راه وقت تجاوز دابا بيو شحال داير اخويا جيو عرفت شحال الثمن 300 درهم وين راه نتساوي هنا تبارك الله راه قدام شويه كيقول الثمن 500 25 درهم هنا الثمن ياك 20 درهم 20 درهم 20 درهم كما سمعت والطوير هذا شحال هنايا هذاك 400 درهم 400 درهم الله يسخر لك تسكتش ديال البلاد هذا واحد كنفوزو السوق فريعه اليوم العد يا سي زوين شحال الثمن السي هشام 130 اخويا 130 درهم الله كيف يا سي فريعه اللهم بارك انا في السماء كيبيعوا ب 130 درهم
اللهم بارك. كي داير السي امين بخير؟ سعيد كان يا الامور بخير والشعود امور هانيه. خويا السي امين بالي السوق اليوم مقنين قليله، داخله شي حاجه قليله. خويا لا كاين المقنين اخويا عادل، كاينين شي مافيات تيجيو من المكناس اخويا وفاس تيجيبونا الفرخ هنايا. وما تكون صالح عشو كلمة قلتي واعرة، رانا تنشت منهم جوج الصباح جو فرقوا السلعة هنايا. قول صالح جامعي الفرخ اخويا عادي تيجيبو تيجمعو الفرخ ب 35 درهم تيجيو يبيعو لينا ب 60 درهم تقولنا مسول تيخلقو لنا المشاكل هنايا. احنا ولاد كازا راه مشبوهين اخويا عادي، نهار ما عندنا لا فرق الاول لقيتي عتقاتنا القديمة. احنا من الاولويات فهمتي ديال هاد السوق هذا. هاد الناس هادو اول حاجة اللي بغاو يمشيو بنادم يحرس يمشي للمحطة، راه كاينين الكيران في المحطة تيجيبو، عندك الغزالة، عندك هذاك الصاد تا هو تيجيب، كاين واحد الكارخور تا هو ود الناس ما غاديش نهضرو عليه. لقيته لقيته معاش كيجيو اخويا. لقيته لبغيتي لقيته خاصنا نمشيو نديرو لايف ونقول لك لقيته معاش. شي نهار السبت تيجي الفرخة اخويا عادي مع 8:30 9 هادشي الدورة ديال عرفتي الدوره اللي تخرجوا منها ديال القطره ديال الانوار ديال الانوار تيريحوا تما تياخذوا الفرخ تما الناس. ورا منهم شي وحدين معانا هنايا تا هما راه جامعي الفرخ ومتبوهين هنا تيقول لك راه كاينين هنايا شي شماله شي عصابه تيجمعوا الفرخ، الفرخ راه تيجي من عندهم. تعول على واحد الكلمه خويا عادل ها شحال ديال النشاوي تجي فيه. السوق ما بقاش تذكر اخويا عادل، كاينين النشاوي عماده ما غنورتو والو، كاينين مهربين اخرين تيتعاملوا مع الدزير. شحال هاد الفراخ اخويا الشرقاوي؟ وذكرت شحال تبيعو؟ شحال تاخذو اخويا الشرقاوي مع الدراري اللي كيجيبو؟ شحال تبيعو؟ قول لي شحال تبيعو؟ تبيع 150 150 سمعت اخويا عادل؟ وراه اخويا اجي تشوف واحد لا السمنة قدام احنا داوين على خلوية جيبو لنا مرحبا العشيرة تاعك عجبات الهضرة. السلام عليكم 15 فرانك فرق قديمة تتبان لي بلا عسكريات ياك فرق قديمة بلاتي بلاتي انا عينك خويا عادي تشوف فرق قديمة انا خويا عادي لا تنشوف وريح اجي خويا عادي هادو نتاو لي فام دابو سير الله يسترك هنايا انا معاك بلا تشوف واحد العيبه بلا انا نسالي واحد العيبه انا الفرخ خويا عبد الرحمن الدراري جاي من مراكش هذا مرحبا الناس ديال مراكش الناس ديال تباج الفرخ خويا عادل انت وي فين بان لك الذكر هذا الناس راه ساري الفرخ ب 55 60 درهم علاش اش كذبوا على الناس تبيعوا لهم 130 درهم كل 400 الله يجعل البركه. خبري راه هضرت مع خويا. رانا دورتك السوق رانا دورتك شي تكسي شوف خريب كاين وداك الشيء هذا الرق قلبك. ولاو مستعمرين السوق. والسوق ما بقاش ديالنا. اي واحد شوف حتى لاقي الوجوه باش تعرف واش كاين شي واحد ود السوق هنايا. واو واو ساكن حيت ايوب ديالنا. ايوب ما تبقى شحال كيبيعوا الطيور الدراري هنا. وانت راه جيت نقرش عليهم الصباح انا سلعت. شحال كيبيعوا الطيور هنا جمله الصباح. 100 درهم. لا الجمله اللي جابوا الفاسه. 100 درهم 100 درهم شمله الدراري باش كيبيعوا هما بشحال باعهم 100 درهم باش كذب عليهم 2000 2000 ولكن اخويا ايوب نقول واحد الكلمات الفرق تخد 60 درهم تخد 60 درهم في الصباح وهاد السيد راه عارف الفرق تخد الصباح الفرق اخويا 60 درهم هذيك تما اللي قال العذاب 60 درهم العذاب اخويا بيعوا العباد الله 130 بنادم يشبع ياكل شويه ولا نحيدوا السوق هذه الكلمه الوحيده اللي تتمنى من الله كاينين الناس هنايا خدامين ب 6000 درهم 7000 درهم راه بريك كنعرفوهم خدامين شريك خاص المخزن يجي ويقلب شوف بنادم اللي خدام يمشي بحال هكا خدام يمشي يحيد من هنا واللي باش يود كازا يمشي يصيفط من تما ويعطي 100 درهم للكار الله يعطيك الصحة اخويا امين شكرا بزاف با امين